بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم. معكم أيمن عالق، كبير معلمين رياضيات مدرسة كويستا الرسمية لغات. إن شاء الله هنستأنف اليوم حل الجزء الثاني من النموذج الاسترشاد الثاني في مادة الاستاتيك. وقبل كل حاجة بهنيكم باقتراب عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله بعد العيد هنستأنف حلقاتنا، بس هناخد أول نموذج استرشادي لمادة التفاضل. يلا نشوف السؤال الأولاني كده. Exercise number 9. In the given figure, 2F, 3F are two like parallel forces acting at A and B respectively. If the resultant is R and act at point C belongs to line segment AB, where R equal 15 newton, AB equal 60 centimeter, then. هو شاف عايز الإجابة الصحيحة في الإجابات دي. طبعا أنا في الأول أحاول أجيب الF بتاعتنا دي. Resultant in the same direction with the force. يبقى انا عندي هنا 15 هتساوي 2F plus 3F، يبقى 5F هتساوي 15. نعمل divided 5 divided 5، يبقى عندي الF هتساوي 3 نيوتن. هنا 2F يبقى هنا 6، هنا 3F يبقى هنا كام؟ هنا 9. يبقى الF ب 3 نيوتن، يبقى انا هستبعد الحلين A و B، هيتفضل عندي الحل C و D. نكمل ونشوف بقيه الحاجه بتاعتنا. طيب هفترض المسافه بتاعت ال ACD، خليها AC او افرضها X مثلا. ال AB كله على بعضه ب 60، يبقى المسافه اللي باقيه هتبقى 60 ماينس ال X. يلا يبقى 6 تايم X هتساوي 9 تايم 60 ماينس الاكس، يبقى 6 اكس ايكوال الناحيه الثانيه 6 تايم 9 ب 540 ماينس ال 9 اكس. نجيب ال 9 اكس مع 6 اكس الناحيه دي يعملوا 15 اكس ايكوال 540. نعمل ديفايدد في 15 هنا وديفايدد 15، هتطلع عندي الاكس بتساوي 36، يبقى الاكس هتساوي 36. الاكس ب 36 وعندي الاف ب 3، يبقى انا عندي الاجابه عندي هتبقى رقم سي، الاجابه دي. شوف السؤال اللي بعد كده. Question number 10. In the given figure, AB is a light rod in equilibrium horizontally thin. ده لايت، يبقى الويت بتاعه نجليج مش متخذ عندي في الاعتبار. وشوف برضه الاجابه الصح في الاجابات. تعال نجيب الاف الاول. اف هتساوي طبعا 4، عندي الفورسز 4 و 6 دي اكت داون وورد بلس ال 7، يبقى الاف هتطلع ب 17 نيوتن. يبقى انا عندي الاجابه الاولى مستبعده، هيبقى فاضل على ثلاث اجابات. احاول اشتغل ان انا هجيب بقى الاكس المسافه. تعال ناخد المومنت اباوت ايه. المومنت اباوت ايه هتساوي عندي الاف كارن كلوك وايز هتبقى بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف اف يعني هتبقى نيجاتيف 17. طيب المسافه بتاعتنا الاي سي دي اف اكس، ال 6 هتلف بالبوزيتيف كلوك انتي كلوك وايز، يبقى هتبقى 6 تايم الديستانس بتاعتها هتبقى اكس بلس 2، وكمان ال 4 هتلف انتي كلوك وايز هتبقى 4 تايم المسافه بتاعتها اللي هتبقى 2 بلس 2 بلس اكس، يعني هتبقى 4 بلس اكس. طبعا الرود الايكوليبريم، يبقى المومنت اباوت ايه ايكوال زيرو. كل الكلام ده هيساوي كام؟ كل الكلام ده بيساوي زيرو، تمام؟ طيب نبدا نشوف الكلام ده. هناخد 17 اكس دي ونروح بقى الناحيه الثانيه لوحدها وهنصفي الكلام ده، يبقى هنا 6 اكس بلس 12 بلس 4 تايم 4 ب 16، و4 تايم اكس يديني 4x. لم اكساتنا كلها مع بعض، 4x و6x يدينا 10x. تعال الناحيه الثانيه بنيجاتيف 10x مع ال 17، يبقى 17x ماينس 10x. وهنجمع الجزء اللي باقي هنا هيطلع يطلع ب 28، يبقى 7 x هتساوي 28. نعمل divided 7 هنا و divided 7، يبقى عندي ال x هتساوي 4. ال x هتساوي كام؟ هتساوي ال x
هتساوي 28 over 7 يبقى الـ X هتساوي 4 يبقى الإجابة عندي الإجابة السليمة هنا هي الإجابة رقم C رقم B تمام؟ نشوف السؤال اللي بعد كده ده السؤال نمبر 11 AB is a uniform rod of length 90 cm and its weight is 60 newton The rod is suspended horizontally from its two ends by two vertical light strings عند الـ A وعند الـ B عندي تعليق زي ما احنا شايفين Where a weight of magnitude 150 newton should be suspended فين بالظبط؟ وبيسألوا لي where يبقى بيسأل عن فين weight of 150 must be suspended بنيوتن so that the magnitude of the tension at A is twice the tension at A at B يعني التنشن عند الـ A زي ما احنا شايفين كده twice التنشن عند الـ B انا الشكل اللي رسمناه زي ما احنا شايفين قدامنا كده هناخد الاول هنقول له ان 2t plus t هتساوي 150 plus 60 يبقى انا عندي كده ننزل الصفحه يبقى انا عندي 3t هتساوي 210 نعمل ديفايد 3 يبقى انا عندي t هنا هتساوي 70 t هتطلع ب 70 نيوتن تمام طيب t طلعت ب 70 يبقى انا عندي هنا t هيبقى هنا 70 وهنا 2t يبقى 100 ايه 100 فولت انا كل اعتبارات هنا ان انا عايز انا افترضت ال 150 اكت ات ا بوينت ات ا ديستانس اكس سنتيمتر فروم ايه طيب تعالى ناخد المومنت عند ايه الرود ايكوليبيوم يبقى انا عندي المومنت اباوت ايه ايكوال 0 يبقى انا عندي المومنت اباوت ايه ايكوال 0 هتساب ناخد ال 150 تيرن كلوك وايز تبقى بالنيجاتيف 150 تايم اكس ماينس 60 تايم 60 از ميد بوينت او ميدل بوينت اوف الاي بي هتبقى 45 وبعدين عندي التي اللي هي ب 70 دي هتلف بالبوزيتيف بلس 70 في كل الرود عندي اللي هو هيعمل 90 الكلام ده بيساوي كام؟ الكلام ده بيساوي 0 يبقى انا عندي هنا اخد ال 150 اكس دي واخدها الناحيه الثانيه يبقى 150 اكس ونصفي الكلام ده مع بعض هيبقى انا عندي هنا 70 تايم 90 0 6300 ماينس 45 تايم 60 احط الزيرو ويبقى انا عندي هتعمل 270 اوفر نقسم ده كله على كام؟ نقسم ده كله على 150 الناحيه دي وعلى 150 الناحيه 150 هتروح مع 150 وهنصفي في الاخر ان الاكس هتطلع ب 24 سنتيمتر. Then the resultant او the weight which is 150 جرام act at a point at a distance 24 سنتيمتر from the point A وتبقى دي الاجابه الاجابه بتاعتي هو ده اللي طلع. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي A B C D E G is a regular hexagon of side length equal 4 سنتيمتر if the given force are in equilibrium then the value of F 3 هتساوي كام؟ عايز يجيب الفاليو بتاعت ال F 3 طبعا انا هنا بحاول اخد المومنت بتاعتي عند بوينت اتفادى مشكله ال F 1 وال F 2 ال F 1 وال F 2 هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا مشكله يبقى احاول اخد المومنت احسن نقطه عندي اخد المومنت عندها هي البوينت دي كده ال F1 وال F2 مش هيظهروا معايا ومش هيعملوا مشكله. طيب انا عندي مشكله ثانيه انا عايز اعمل البربنديكولار ديستنس ما بين كل فورس والبوينت دي. ده زي ما قلنا ريجولار هيكزاجون. طيب اما انزل بربنديكولار من هنا نزل بربنديكولار كده بالمسافه دي. طيب ده ايسوسوس تريانجل هيعمل ديفايد دي 120 تعمل لي هنا 60 ودي هتبقى ب 90 يبقى دي ب 30 ولا اصلا ب 40 يبقى المسافه دي او البربنديكولار ديستنس دي هتعمل 20 سنتيمتر.
طيب عايز كمان احسب البربنديكولار ديستانس ما بين الايه الدي والفورس 300. هناخد المسافه دي وزي ما احنا عارفين هتعمل 4 دي روت 3 من خواص الايه الريجولار هيكساجون، يبقى ده هيبقى 40 روت 3. تعال ناخد المومنت اباوت، المومنت اباوت دي، المومنت اباوت دي هتساوي، طيب الفورس اف دي بتلف كده انتي كلوك وايز، هتاخد بالبوزيتيف يبقى اف 3. طيب المسافه بتاعتها اللي احنا قلنا هتعمل 20. طيب اف 300 لا دي هتلف كلوك وايز هتبقى بالنيجاتيف، نيجاتيف 300 تايم البربنديكولار ديستنس بتاعتها اللي هي هتبقى 40 روت 3. طبعا المومنت ده بيساوي كام؟ بيساوي 0، يبقى 20 اف 3 وناخد ذا اذر سايد باي اوبزيت ساين هتساوي 0 0 0 12 روت ايه؟ روت 3. تعال نعمل ديفايدد باي 20 هنا وكمان 20 هنا، دول راحوا مع بعض والزيرو مع الزيرو والتو مع ال 100 يطلع ب 600، يبقى الناتج هنا هيطلع ب 600 روت 3 نيوتن. دي الاجابه بتاعتنا، وبالتالي الاجابه بتاعت الصح هتبقى رقم بي. تمام، شوف السؤال اللي بعد كده. ده كويشن نمبر 14. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, AB equal to L, BC equal CD equal DA equal L. يعني عندي AB at the DC equal at the CB. كل ده بيساوي L. تمام. If the force of magnitude 2F F and F and F act along AB زي ما احنا شايفين على الرسم كده و BC و CD and DA respectively, the moment of equivalent couple هيساوي كام نيوتن؟ عايز الايكويفلنت كابل المومنت بتاعه يبقى بكام؟ ده زي ما احنا شايفين ايسوسلس، ده ايسوسلس ترابيزيوم، يبقى انا عندي لو انا نزلت بربنديكولار من هنا وبربنديكولار من هنا دي ال، يبقى اللي قصادها ان التو تراينجل اللي احنا نزلنا عليهم دول ار كونجرنت، تراينجل ده وتراينجل ده، يبقى عندي الجزء ده قد الجزء ده وكل واحد فيهم هيعمل هاف ال. طيب ده ال وده هاف ال، يبقى الانجل دي الاوبوزيت، طبعا عندي هنا السايد ده هاف الهايبوتنيوز، يبقى الانجل دي ب 30 وتبقى دي 60، يبقى انا عندي الهايت ده اللي انا بدور عليه اساسا هيساوي ال ساين ثيتا يعني روت 3 اوفر 2 ال، ده الهايت اللي انا هلزمه. طيب انا هحسب المومنت ازاي؟ بالقانون احنا عارفينه، المومنت هناخد في اي نقطه هيساوي المومنت اللي احنا بنتكلم عنه اللي كنا قبل هنا هيساوي 2. طيب الاريا بتاعت الترابيزيه اللي قدامنا ده هتبقى ال بلس 2 ال اوفر 2 تايم الهايت اللي احنا لسه حاسبينه دلوقتي اللي هو روت 3 اوفر 2 ال في الريشيو ما بين الفورس والسايد بتاعه. اي فورس من دول هتبقى ال، هتبقى اف على السايد بتاعها اللي هو هيبقى كام؟ اللي هو هيبقى ال. ال2 هتضيع ال2، يبقى المومنت هنا هيساوي اللي احنا بندور عليه 2L L بلس 2L يبقى 3L 3L والL دي هتروح مع الL دي 3L F روت 3 اوفر 2، نحب نكتبها بطريقة أحسن من كده 3L F روت 3 اوفر 3، ممكن نعملها 3 روت 3 اوفر 2 F F L اللي هي الإجابة بتاعتنا الإجابة نمبر سي. نشوف السؤال اللي بعد كده. Answer one of the following questions. AB is a rod of negligible weight and of length 210 cm. The rod is connected at its end A to hang fixed in a vertical wall and carries a weight of 120 newton at end A B. The rod is kept in equilibrium horizontally by means of a light string. One of its end is tied to a point on the rod at 150 cm from A, and its other end is connected to a point on the wall lying vertically above A.
If the string inclined to the rod at angle of measure with sine theta equal 4 over 5, find the tension on the string and the reaction of the hand. تعال نشوف الرسمة بتاعت المسألة دي. ادي الرود بتاعنا. طبعا جبت الهوريزونتال هيبقى بالشكل ده، يبقى انا عندي الانجل دي ب 90. الرياكشن ار هعمله فاكتورايزيشن ان تو كومبوننت اكس وواي على الهوريزونتال وعلى الفيرتيكالي، وعندي ويت هنا 120 نيوتن تعلق في الطرف الاخر، الهنج عند الاي والويت عند البي. هو لما جه علقه ما علقوش من البي ده، علقه من عند الدي على بعد 150 سنتيمتر فروم اي، يعني المسافه دي يا مستر 150، يبقى اتفضل لي من 210 كام؟ 6 سنتيمتر. نبدا نعمل المعادلات بتاعتنا. هناخد الفيرتيكال هيبقى عندي واي بلس تي ساين ثيتا هيساوي 120، ده الفيرتيكال. الهوريزونتال طبعا انا في حاجه هنا هو اداني الساين ثيتا، فبعمل تراينجل صغير كده على جنب للثيتا، قال لي ساين ثيتا بتساوي كام؟ ساين ثيتا بتساوي، قال لي الساين ثيتا هنا بتساوي 4 اوفر 5، يبقى ده 4 وده 5، يبقى هنا ايه؟ 3، يبقى ساين ثيتا هتساوي 4 اوفر 5 والكوزاين ثيتا هتساوي 3 اوفر 5. يلا نبدا نشتغل الحاجات دي هعينها على جنب وبشتغل بيها بعد كده. طيب واي بلس تي ساين ثيتا قلنا اللي هي 4 اوفر 5، الكلام ده هيساوي 120، يبقى انا هديها الصف معايا واي بلس 4 اوفر 5 تي ايكوال 120، ريليشن نمبر ايه؟ نمبر 1. العلاقه الثانيه هتبقى الاكس هتساوي اللي هي هتساوي تي كوزاين ثيتا، هتساوي تي كوزاين ايه؟ ثيتا. الكوزاين ثيتا عندي ب 3 اوفر 5 يبقى هتساوي 3 اوفر 5 تي، يبقى عندي الاكس هتساوي 3 اوفر 5 تي. دي الريليشن الثانيه اهي. هبدا اشتغل اخد المومنت عند بوينت، انا افضل ان اخدها عند ايه؟ البوينت دي هنا. تعال اخد المومنت عندي دي. المومنت عندي دي الواي هتلف معايا بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف واي في الديستانس بتاعت الواي اللي هي هتعمل 150، وبعدين انا عندي ال 120 برضه هتلف بالايه؟ بالنيجاتيف، لانها بتلف كلوك وايز، بس هتبقى تايم كام؟ تايم 60. تمام؟ الكلام ده بيساوي كام؟ الكلام ده هيساوي 0. يبقى انا عندي 150 واي هتساوي 120 تايم 60، نعمل ديفايد 150 عشان اطلع الواي دي راحت مع دي، ويبقى الواي عندنا بعد ما استخدم الكالكوليت طبعا ما ننساش ان دي هتبقى بالنيجاتيف، لان هنقلها الناحيه الثانيه تبقى بالنيجاتيف، يبقى الواي عندي هتطلع بنيجاتيف 48. ابلوز الواي كده واروح بسرعه هجيب مين؟ هروح للعلاقه رقم واحد دي عشان اجيب الدي، يبقى نيجاتيف 48 بلس 4 اوفر 5 تي هتساوي 120، يبقى عندي 4 اوفر 5 تي هتساوي 120 بلس 48، نجمع دول يبقى 4 اوفر 5 تي هتساوي 168. نضرب هنا في 5 اوفر 4 ونعمل هنا تايم 5 اوفر 4، يبقى التنشن او الفورس تنشن فورس هتطلع عندي بكام؟ ب 210 نيوتن. كده جبنا التي وده اول مطلوب، كده خلصنا نص المساله. طبعا انا عايز جبت الاكس جبت الواي لسه ما جبتش الاكس، طبعا انا عايز اجمع المساله بتاعتي. تعال نجيب الايه؟ الاكس. احنا اصلا فرضين الاكس بكام؟ اللي هي في الايكويشن نمبر 2 الاكس بتساوي 3 اوفر 5 تي، واحنا لسه جايبين التي 210، يبقى 3 اوفر 5 تايم 210، وعليه هنصفي المساله يبقى الاكس هتطلع عندي ب 126 نيوتن.
طيب انا عايز اجيب الار، الار هتاخد روت اكس باور 2 بلس واي باور 2، يبقى روت 126 باور 2 بلس نيجاتيف 48 باور 2، وعليه يبقى الار هتطلع ب 6 روت 505 نيوتن. عايز طبعا اجيب الدايركشن بتاعها، الاتجاه بتاعها. نجيب تان سيتا هتساوي واي على اكس، تمام، والواي بنيجاتيف 48 على الاكس اللي هو 126. نجيب الاكيوت ميجر شيفت تان، هفترض طبعا سيتا داش يا ولاد عشان دي ما تبقاش مدخلش سيتا مع سيتا داش. يبقى انا عندي السيتا داش هنا هتطلع، ده الاكيوت ميجر خلي بالك تطلع ب 20 ديجريز و 51 مينت اند 60 سكند، ولكن انا عندي هنا الواي اقل من الزيرو والاكس اكبر من الزيرو، يبقى انا كان بتكلم انا شغال في الربع الرابع، تمام. يبقى زين سيتا نفس الكلام ده بس بالنيجاتيف عشان تبقى في الربع الرابع، يبقى نيجاتيف 20 ديجريز 51 مينت اند 60 ايه 60 سكند. نشوف المساله اللي بعد كده. A uniform road rests in a vertical plane with upper end on a vertical smooth wall and with its lower end on a horizontal rough plane. The coefficient of static friction between it and the road equal 1 over 4. Find the tangent of the angle which the road makes with the horizontal when it's about to slide away from the wall. شوف الرسمه بتاعتنا. ادي الرسمه. طبعا عندي هنا الوول ده سموث، يبقى الرياكشن هيبقى بيربنديكولار على الوول. الرياكشن هنا على الراب بلان هيعمل عندي تو كومبوننت، هيبقى هنا ميو اس في ار1 وهنا الايه وهنا الار1. تعال نبدا نعمل المعادلات، المعادلات بتاعتنا. اول معادلات الرئيسيه هيبقى عندي الار1 اهي، الار1 هتساوي دبليو، دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه الار2 هتساوي ميو اس في ار1، ميو اس في ايه؟ في ار1. هو مديني هنا الميو اس اللي هو بكوارتر، يبقى كوارتر في ار1، تمام. ممكن استبدل الار1 بدبليو، يعني عايز اقول لك ان الار2 هيساوي 1 اوفر 4 دبليو على طول، يعني ممكن نشتغل بها على طول كده، تمام. ده الايه؟ تعال ناخد المومنت عند البي، المومنت اباوت بي هيساوي عندي الاوميجا هتلف عندي. طبعا انا افترضت الرود عندي اللينس بتاعته ال، الويت بيجي في النص هنا ال وال، يبقى المومنت اباوت بي هتساوي دبليو تايم ال في هنا في الانجل بتاعتنا اللي هي ساين ايه؟ ساين سيتا، واللي هتلف بالبوزيتيف. اما الار2 هتلف كلوك وايز بالنيجاتيف، هتبقى 2 ال تايم ساين تايم ساين سيتا في الار2. طبعا دي هتبقى كوزاين سيتا مش هتبقى ساين سيتا، دي هتبقى كوزاين سيتا. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. الالات دي نشطبها مع بعضيها ويبقى عندي هنا اوم دبليو كوزاين سيتا ماينس 2 في ار2. ار2 احنا طلعناها ها بكوارتر دبليو، عوض على طول بكوارتر دبليو في ساين سيتا هتساوي زيرو. الدبليو دي نشطبها مع بعضيها ونصفي المساله بتاعتنا، مكان مش هيقضي هنا نروح للناحيه الثانيه. يبقى احنا عندنا هنا وصلنا للجزئيه دي، هيبقى 2 تايم كوارتر في ساين سيتا بيساوي كوزاين سيتا، التو مع الفور هتساوي 2، يبقى انا عندي هاف ساين سيتا هيساوي كوزاين سيتا. عايز اجيب التان، نقسم هنا على كوزاين سيتا وهنا على كوزاين سيتا، يبقى هاف تان سيتا بيساوي 1. نعمل هنا تايم 2 وهنا تايم 2، يبقى التنجنت اوف انجل يبقى تان سيتا هتساوي كام؟ هتساوي 2، وده المطلوب فين؟ في المسألة. آخر سؤال،
The force F1 بتساوي L I plus M J, F2 بتساوي I minus 3 J, and F3 بتساوي negative 2 I plus J. Act at the point A, B, C respectively. Find the value of L and M if the sum of moment of these forces about origin equal negative 9 K and the sum of their moment about D بتساوي D اللي هي negative 2 3 equal negative 4 A negative 4 T. تعال نشوف المسألة اللي هنعمل فيها ايه. الأول قال لي المومنت about the origin point بـ negative 9 K. المومنت about the origin point اللي هي الـ O ناخدها واحدة واحدة هتساوي OA في F1 plus OB F2 plus OC في F3. طبعا ما تعكس الاو ايه هتبقى الاي ماينس الاو الاوريجن بوينت, ما فيش اي تغيير. يعني كاني بقول الاي في الاف 1 الاي في الاف 1 يبقى طبعا ده خلي بالك ده فيكتور برودكت هيبقى 1 و2 اللي هي الاي عندنا هتبقى 1 و2 في اف 1 اللي هي هتبقى ال وام تمام دول مع بعض بعد كده بلس 0 4 اللي هي البي 0 4 في الاف 2 اللي هي 1 ونيجاتيف 3 بلس النقطه الثالثه يبقى 2 4 اللي هي السي في اف 3 اف 3 اللي هي عندنا بتعمل كام؟ بتعمل نيجاتيف 2 و1. كل الكلام ده في الكي وكل ده بيساوي في الاخر كام؟ كل ده في الاخر بيساوي نيجاتيف 11 وده بيساوي في الاخر نيجاتيف 9 كي. تعال نصفي الكلام ده يبقى انا عندي كده باخد القوس الاولاني يبقى 1 تايم ام هيبقى انا عندي هنا ام ماينس 2 ال دي الاولانيه نخش على الثانيه هتبقى 0 تايم نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 ماينس 4 تايم 2 يبقى نيجاتيف 8 يبقى بلس نيجاتيف 8. ناخد الثالثه هتبقى 2 تايم 1 هتبقى 2 ماينس 2 تايم 4 هتبقى بلس 8. الكلام ده كله بيساوي في الناحيه الثانيه كام؟ هيساوي الناحيه الثانيه اللي هو نيجاتيف 8 نيجاتيف 9 كي. طبعا ده كله في كي الكي هتضيع هنوصل في الاخر للشكل ده ان ام ماينس 2 ال بلس 6 هتساوي نيجاتيف 9 ويبقى الايكويشن الاولانيه عندنا هتبقى 3m بلس ال هتساوي نيجاتيف 3 ده اول ايكويشن. طيب تعال ناخد المومنت اباوت الدي المومنت اباوت الدي يساوي نيجاتيف 4 هيساوي dA في F1 بلس dB في F2 بلس دي سي في الاف 3. الدي عندي هتبقى ايه ماينس الدي طيب الاف 1 بلس دي ماينس الدي في الاف 2 بلس سي ماينس الدي في الاف 3. هتخلص القصه دي هتطلع عندي في الاخر شكلها كالاتي 3 ام طبعا الكلام ده كله بيساوي نيجاتيف 4 هيبقى 3m بلس l ماينس 6 ماينس 1 بلس 4 بلس 2 هيساوي الناحيه الثانيه نيجاتيف 4. عندي اثنين ايكويشن احلهم مع بعض. الايكويشن الاولانيه هتبقى 3m بلس l بتساوي نيجاتيف 3 والايكويشن الثانيه هتبقى m ماينس 2l بتساوي نيجاتيف 15. دي الايكويشن الثانيه هنضرب الاولانيه دي في 2 يبقى 6m بلس 2l هتساوي نيجاتيف 6 الاولانيه اتعدلت نعمل اد نروح مع بعض يبقى 7m هتساوي نيجاتيف 21 على 7 على 7 يبقى الام هتطلع بنيجاتيف 3. تعال نجيب العوامل الاولانيه يبقى 3 تايم نيجاتيف 3 بلس ال بتساوي نيجاتيف 3 يبقى ال هتساوي نيجاتيف 3 بلس 9
يبقى هتساوي 6، يبقى ال L هتساوي كام؟ 6، وطلب ال M وال L كده جبنا. أعزائي الطلبة والطالبات، إن شاء الله بعد العيد هناخد النموذج الاستشهاد الأول لمادة التفاضل والتكامل، وسنكون طيبين ونلتقي بعد العيد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.